يوم أمس انطلاقت فعالية أيام ثقافية وتوعوية في مجالي الصحة والتعليم منظمة من طرف الكتلة الشبابية بمدينة كيفا بالتعاون مع جمعية غوث للعمل الاجتماعي والثقافي. برنامج التظاهرة سيشمل حسب منظميها تقديم استشارات طبية وإرشادات صحية وتنظيم يوم للتبرع بالدم، إضافة إلى محاضرات حول واقع وآفاق التعليم ونقاشات تفاعلية حول أبرز التحديات التنموية في المنطقة. حفل انطلاقة فعالية الأيام الثقافية شهدت تقديم معارض لإبداعات شباب مدينة كيفا، شملت مجسمات تراثية تحث على التمسك بالتاريخ والهوية.